في الثامن من مارس من كل عام تحيي تونس كسائر دول العالم اليوم العالمي للمرأة، والذي يحتفل به هذه السنة تحت شعار المساواة بين الجنسين اليوم من أجل غد مستدام، وذلك تقديرا لمساهمة النساء في مهام التكيف مع أزمة التغير المناخي والتخفيف من آثارها والاستجابة لتداعياتها. ووفقا للموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، يعتبر تعزيز المساواة بين الجنسين في سياق أزمة المناخ ومساعي الحد من مخاطر الكوارث المترتبة على مشكلة الاحتباس الحراري من أكبر التحديات العالمية في هذا القرن، حيث تشير التقديرات إلى أن النساء يشكلن 80% من النازحين بسبب تغير المناخ وتردي الأوضاع المعيشية الناجمة عن آثاره البيئية. رقم يأتي في مرحلة تاريخية صعبة تتزايد فيها معاناة النساء جراء اتساع رقعة الحروب وتواتر النزاعات المسلحة. صورة قاتمة وأرقام تنقل واقعا عالميا في مناسبة تتيح فرصة التقييم السنوي للمنجز الوطني في مجال الارتقاء بأوضاع المرأة ودعم حقوقها والانتصار لقيم المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص بين الجنسين. فتونس التي تحمل مسارا تاريخيا داعما لحقوق المرأة منذ الاستقلال عام 56 ومجلة الأحوال الشخصية التي قامت على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ما زالت تواصل مسيرتها لدعم نسائها، وليس أدل على ذلك من تصنيف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو للعام 2020، حيث احتلت تونس المرتبة الأولى ضمن قائمة الإفريقيات والعربيات الرائدات في مجال البحث العلمي، باعتبار أن 55.1% من الباحثين التونسيين هم من النساء، وتعد هذه النسبة الأكبر في إفريقيا والعالم العربي. المرأة التونسية تتصدر كذلك قائمة الدول العربية في مجال البحث العلمي والابتكار بنسبة 55% مقابل متوسط 39% للمنطقة العربية. أرقام ونجاحات لا تحجب واقعا شهد ارتفاعا ملحوظا لمنسوب العنف المسلط على المرأة والاستغلال الاقتصادي والجنسي، وبين صورتين مختلفتين تفخر التونسيات فيها بالأولى وتبحث وتطالب بتشريعات وقوانين جديدة تمحو بها صورة الثانية. ففي اليوم العالمي للمرأة مكاسب تعدد وأخرى ما زالت رهن البحث والمطالبة.